معانا على التليفون أيضا المهندس حسين السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميرات للتطوير العقاري. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة يمكن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتلمس بعض التحديات اللي وضعها على المائدة أمام الإدارة الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة، فكلمني عن أهم التحديات اللي بتواجه حضرتك في مشروعاتك في العاصمة الإدارية. هو في الحقيقة إحنا الشركة بتاعتنا يعني لسه إن بلان إن إحنا نخش في العاصمة الإدارية، لكن إحنا مينلي شغالين للأسف في الجزء الخاص بغرب القاهرة، يعتبر ماسكين منطقة الحزام الأخضر الشيخ زايد الجديدة ومنطقة 6 أكتوبر يعني. لكن التحديات عامة اللي بتواجه الشركات العقارية، ما هو هيئة واحدة وهي دولة واحدة وهي أرض واحدة، فبتتشابه في كل الأحوال. يعني إحنا برضو مش بتوع العاصمة الإدارية بس هم اللي ممكن يكون عندهم مشكلات يقدروا يحكوا عنها، هي هتلاقيها مينلي متشابهة مع المشكلات اللي ممكن تواجه المطورين العقاريين في 6 اكتوبر والشيخ زايد. اها. يعني هو في النهاية اذا شركة العاصمة طرف، سيظل جهاز العاصمة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ايضا طرف، بالتالي فهيئة المجتمعات العمرانية هتكون طرف وهي موجودة في كافة المدن الجديدة. صحيح صحيح. أنا رأيي والله طلباتنا بسيطة، إحنا كمتطورين عقاريين محتاجين اللي يطبطب علينا في الفترة الحالية. لطيف. يطبطب علينا يعني إحنا يعني تعتبر كده يعني ما بين المطرقة والسندية، ما بين ارتفاع الأسعار وما بين العرض والطلب الموجود في السوق، ومنافسة الهيئة للمطورين العقاريين الموجودين حاليا. الهيئة النهاردة بقت يعني بتنافس القطاع الخاص في طرح وحدات سكنية وتجارية وإدارية وما إلى ذلك. الكلام ده يا فندم بس يعني في كلام على تخارج يعني الدولة من كافة القطاعات الاقتصادية قريبا، يعني وده بيحصل تدريجي. يا صحيح، بس إلى أن يحدث بقى يعني إحنا محتاجين إن الكلام ده يعني نلاقي له صدى بشكل معين، زي مثلا مشكلة طرح الأراضي. ندرة ارتفاع وارتفاع أسعار الأراضي للمطورين العقاريين ابتدت ان هي تبقى موجوده بنظام المزايده العالمي، وعدم قيام الهيئه حقيقي بطرح قطع اراضي بعدد كافي يؤدي الى ده. انا رايي ان هو بيؤدي الى خلل في العرض والطلب، لان في الاخر انا بعلي السعر بتاع الارض، كل الناس بتجري قطعه ارض نزلت على موقع الهيئه كله يجري ويرفع اسعارها، وبالتالي الوحدات بتتباع باسعار اعلى من المتوقع ليه. صحيح. في حين ان احنا اصلا مش ناقصين تضخم، هل هيكون في يعني نشاط حقيقي للهيئه ان هي تحط ايديها مع ايدين المطورين في الفتره اللي جايه بان هم يوفروا لهم اسعار اراضي يعني باسعار تتناسب مع العرض والطلب الموجود في السوق؟ ده بنأمله يعني. أسعار تتناسب مع العرض والطلب فيما يخص الأراضي، ده التحدي اللي بيطرحه المهندس حسين السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميراث للتطوير العقاري. وما يكونش بنظام المزايدة، يعني ليه ما يكونش إحنا بنشوف الشركة دي هل هي شغالة في جزء معين في قطاع معين نقدر نوفر لها طلباتها وبأسعار معقولة وتكون مدروسة. لكن يعني ما يكونش بنظام المزايدة ده أكيد يرفع الأسعار غصب عن المطور، هيرفع أكيد السعر ده. أكيد بالظبط. ده عايز الأرض وده عايز الأرض وده. إذا هذا التحدي للعرض على السيد وزير الإسكان معانا على التليفون. بشكرك يا فندم. بشكرك مهندس حسين السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميراث للتطوير العقاري.